يا جدعان مفيش حد هنا ولا ايه؟ انت مين؟ السلام عليكم. السلام عليكم بعد ما دخلت جوه القصر. والنبي يا باشا، في ست انا وصلتها لهنا ودخلت القصر وادتني الفلوس دي، انا مش فاهم دي عملة ايه. ست مين اللي دخلت جوه القصر؟ انت دخلت هنا ازاي؟ ايه اللي دخلت هنا ازاي؟ دخلت من الباب لقيته مفتوح، اكيد الست اللي دخلت نسيته. مين دي؟ بقول لك الست اللي وصلتها لحد هنا بالتاكس، مش ده قصر تاخ بصبص؟ بصبص ايه انت سكران؟ انا قاعد هنا لوحدي. استنى، انت كسرت حاجه هنا من شويه؟ بقول لك ايه، انت هتلبسني حكايه؟ اديني فلوس يا عم، خلينا اتكل على الله. فلوس ايه وانا مالي؟ وانت مالك؟ بقول لك الست وصلتها لحد هنا هي دي الست اللي كانت راكبه معايا التاكسي دلوقتي ودخلت القصر واديتني الفلوس دي، حتى بالاماره كانت لابسه بلوزه بامبا. انت حرامي بقى جاي تعمل عليا حوار. انا هعمل عليك انت حوار عشان 150 جنيه؟ لا، ما ده ممكن يكون يعني لعبة عاملها لحد ما تعين عشان تجيب صحابك اللصوص بعد كده. ايه؟ انا برضو اللي سكران ومش عارف بقول ايه. اطلع عندها الست. يلا يلا. عندها ايه؟ انا معرفش مين دي اصلا. انت ما تعرفش مين اللي في الصورة دي؟ يعني انت بقى حرامي وقاعد في القصر هنا؟ انا حرامي؟ ده شكل حرامي؟ دي صورة عادية، صورة عادية زي اللي بتتعلق في اي حتة، صورة مش بتاعت حد اصلا، زي صورة الطفل الباكي كده. باكي ايه ومش بتاعت حد ايه؟ بقول لك الست اللي في الصورة دي اللي رجعت معايا التاكسي ووصلتها هنا ودخلت القصر وادتني الفلوس دي، وبالأمارة قلت لها كانت لابسه ايه؟ مالك يا جمعه؟ مالك يا جمعه؟ ايوه اتحببوا في مالك يا جمعه، انت طلعت لي منين اصلا؟ قول كفايه. يلا يا مجنون. ايه ده؟ حاتم التاكسي راح فين؟ التاكسي راح فين يا مجنون؟ مرقصوت التاكسي بتاعي، مرقصوت، انا مرقصوت.